أهلا بكم أعزائي متابعي قناة التكنولوجيا والعلوم. نتشرف بتقديم كل ما هو جديد ومفيد، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. الحرب الإلكترونية العالمية، أنت أحد من يدعم الحرب الإلكترونية دون علمك. احذر، توجد جهات ومؤسسات للقرصنة الدولية تستخدم جزء من معالج بيانات والذاكرة الخاصة بجهازك. هل أنت أحد مستخدمي برامج المقرصنة؟ هل تعاني من الفيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟ هل أنت مشترك على أنظمة تعدين بيتكوين الجماعية؟ الحرب الإلكترونية موجودة بالفعل، ويتم الإنفاق عليها سنوياً مليارات الدولارات، وهي تمثل حروب من نوع جديد للحكومات والدول. يتم تجنيد عباقرة الإنترنت في مجالات القرصنة الإلكترونية لإنشاء برامج اختراقات وفيروسات. تم ابتكار أنظمة تجنيد ملايين وقد تصل في بعض الأحوال إلى مليارات الأجهزة المخترقة حول العالم. استخدام جميع الأجهزة متحكم بها لاستخدامها في إرسال دفعات هائلة لموقع ما دفعة واحدة في وقت واحد، ولا تتحمل المواقع مثل هذه الضغوط المفاجئة فتنهار وتسقط. أحد الأمثلة كان أحد البرامج الأمريكية التي اخترقت المفاعل النووي الإيراني للسيطرة على أحد أهم وظائف الإطلاق والتفعيل، اختراق روسيا لحملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اختراق وإيقاف العديد من القنوات الفضائية الضخمة عدة مرات والسيطرة الرقمية بالكامل. أقرت فرنسا أنها أحبطت أكثر من 24 ألف عملية قرصنة استهدفت أجهزة الدفاع الفرنسية خلال 2017. قامت فرنسا بتنظيم قطاع كامل داخل جهاز الدفاع يضم 2600 مقاتل رقمي، وبدأت أيضا العديد من الدول بتشكيل جيشا من الدفاع الرقمي. البرامج المقرصنة، سلبيات استخدامك لأي برنامج تجريبي: أنه لا يعطيك الحق باستخدام إمكانياته الأساسية أو بإضافة الإعلانات الإجبارية على الملفات الصادرة، يحدد لك إمكانيات محدودة من الإمكانيات الكلية له. تستغل بعض الشركات والمؤسسات لإنشاء برامج تجريبية يمكن إضافة باتش أو كراك لها، وأيضا بعض الشركات تنشئ كراكات لهذه البرامج وتعلن عنها قهرا لتحميلها واستخدامها لعمل كراك للبرنامج يفترض أن تحصل عليه بشرائك له. البرامج المقرصنة، أسباب استخدام برامج المقرصنة: السبب الرئيسي هو محاولة استخدام البرنامج التجريبي وتحويله إلى برنامج احترافي بعد عملية الكراك أو إضافة الباتش له. قد يمنحك الحق باستخدام جميع الإمكانيات المتاحة للبرنامج بدلا من استخدام القليل من الإمكانيات الكلية، وفي بعض الأحيان يكون البرنامج يعمل بجميع إمكانياته لكن لمدة زمنية قصيرة، ثم يتوقف تماما ولا يقبل إعادة تشغيله مرة أخرى على نفس الجهاز دون شرائه أو قبول فكرة الإعلانات الإجبارية المضافة إجباريا على ملفاتك المولدة من خلاله. تستغل بعض الشركات أو المؤسسات لإنشاء تلك البرامج التجريبية والتي يمكن إضافة باتش أو كراك لها. أيضا بعض الشركات الأخرى تنشئ كراكات لهذه البرامج وتعلن عنها ظهرا لتحميلها واستخدامها بدلا من أن تحصل عليه بشرائك له. مثال: برنامج الإنترنت داونلود مانجر. هل تساءلت يوما ما هي الاستفادة العائدة لهذه الشركات من فعل ذلك؟ إذا كنت أحد من يستخدم برامج المقرصنة، بالتأكيد يعاني جهازك من فيروسات متعددة، وبالتأكيد ذات يوم بعد تحميلك للكراك أخبرك مكافح الفيروسات على جهازك أن الملف الصادر هو عبارة عن فيروس أو يحتوي على فيروس داخل البرنامج. وظيفتها هي إيقاف وظائف تحديد إمكانيات البرنامج، وبعد عملية الباتش أو الكراك يتحول البرنامج أو يتبقى لك البرنامج الأساسي وكأنك اشتريته من أحد الشركات للتو، وقد تعتقد أن هذا هو كل شيء، لكن للأسف تقابله سلبيات كثيرة تتسبب بها البرامج المقرصنة، وهي أحد أسباب بطء الإنترنت على جهازك. يمكنك مشاهدة الفيديو الخاص بأسباب بطء الإنترنت، الرابط أسفل الفيديو. الباتش يعمل على نشر فيروس معين ويكون في الغالب عبارة عن ترجن أو فيروس الترجن. يقوم هذا الفيروس باختراق جميع خصوصياتك وملفاتك على الهاردسك، وينشئ بوابة أو بورت مشع على جهازك ليتم التعرف عليه من جهات أخرى، ويتم الاختراق والتلصص على محتوياته إذا لزم الأمر. لكن الوظيفة الأساسية هي أنك تساهم في الحروب الإلكترونية العالمية بتخصيص جزء من القدرة المعالجة والذاكرة على جهازك، توجه لدعم أعمال أخرى. ولست وحدك، هناك الملايين مثلك، ولك أن تتخيل الكم والقدرة الناتجة. نشكركم على المشاهدة وحسن المتابعة، ونرجو منكم دعمنا بالاشتراك بالقناة وإبداء إعجابكم بها تشجيعا لنا لنستمر بتقديم كل ما هو شيق ومفيد. ويمكنك الضغط على زر الجرس
ليصلكم منا كل جديد.